بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أختي أخواتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم سر البغرير، سر نجاح البغرير. إن شاء الله غتولي محترفة بعد ما تشوفي هذا الفيديو إن شاء الله من الأول إلى الأخير، باش تعرفي كاع التفاصيل إن شاء الله. بالنسبة للمقادير بسيطة جدا، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز وربع ملعقة من الملح وملعقة صغيرة من العسل أو السكر على حسب الذوق، كأس ونصف من الماء دافئ. وغادي نحتاجو الكأس من دقيق الفينو السميد الرقيق أو دقيق القمح الكامل، واحد فيهم يعني، اختاروا واحد فيهم وديروه على يعني حسب الذوق. كطحنوا كل شيء مع بعضياته، كنحتفظوا به في إناء، خلوا يختمر مدة ديال 20 حتى 25 دقيقة لا أقل ولا أكثر، كافية. والسر هو ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات الصودا. هذا هو السر في خفة هذا البغرير ونجاح هذا البغرير. ما تخافوش من هذاك التفاعل، زعما التفاعل ديال الخل مع البيكربونات راه لا يسبب أي خطر على الصحة نهائيا. البيكربونات اصلا كتباع في الصيدليات، وهي اصلا تستخدم في مشاكل القولون والامعاء والمعده. والخل راه غني عن التعريف، الفوائد ديالو راه هو راه في انواع كثيره من البكتيريا المفيده، لذلك ما تخافوش، كيبقى بديل صحي واحسن مليون مره من الخميره الكيماويه اللي كتستعملو في الحلويات وبزاف ديال المعجنات. كنحاول نحيدها صراحة قدر المستطاع، لذلك كنحاول نشوف بدائل صحية اللي تعطينا نفس النتائج ولكن كتبقى يعني مفيدة حتى للأجسام ديالنا. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، تجربوا هالطريقة إن شاء الله. ما تنساوش تدوزوا عندي الإنستغرام ديالي، مرحبا بالجميع. وإلى أن ألقاكم في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.